أخي الكريم، نبدأ بالحديث عن الموقف الأردني. الحقيقة تفضل. الموقف الأردني يعني عبر السنوات كان موقفا ثابتا، سواء الموقف الشعبي أو موقف جلالة الملك والدولة الأردنية. جلالة الملك مرارا على الساحات الدولية وفي اللقاءات العربية وفي اللقاءات الإسلامية وفي جميع المحافل كان يقول لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية والاتفاق عليها، ولا يمكن أن يتم السلام بتجاهل الفلسطينيين، السلام الذي لا يمر بحق الشعب الفلسطيني وبدولته المستقلة على أرضه سلام منقوص مفتوح على الصراع باستمرار. كان هذا موقف الأردن وموقف جلالة الملك باستمرار. نعم. الآن التحرك الأردني في هذه الفترة النشط من أول يوم من القضية، أولا القصد منه موقف إيجاد موقف عربي صلب وموقف دولي داعم لمنع توسع الصراع في المنطقة، لأن توسعة الصراع في المنطقة ستؤدي إلى كوارث كما ورد في نصيحات جلالة الملك وزير الخارجية، ولإيجاد وسيلة أيضا لوقف النار. النار لم تتوقف منذ 11 يوما على غزة، والقصد هو إحالتها إلى ركام وتهجير سكانها، وجلالة الملك يسعى من خلال اتصالاته ولقاءاته بإخوته العرب وبأصدقائنا في العالم، في العالم الحر الذين يعرفون الحقيقة، إغاثة مدينة غزة واعتبار استمرار القصف والحصار على غزة ومنع المواد الإنسانية الغذاء والدواء والماء والنفط جريمة حرب وحرب إبادة. هدف إسرائيل الواضح تهجير سكان شمال وشرق غزة إلى صحراء سيناء أو إلى الأراضي المصرية أو أي مكان آخر، وهذا بحد ذاته جريمة تكررت في المشهد الإسرائيلي في فلسطين عبر السنوات. مصر والأردن ترفضان التهجير ليس فقط على أرضهما ولكن على أي أرض أخرى غير أن يبقى الشعب الفلسطيني في أرضه، وتعتبران ذلك جريمة بحق الإنسانية وجريمة حرب. مصر عبرت عن ذلك وربما لم تشوفها الكلمات في تصريح، كان القصد منه القول لا تلقوا بجرائمكم يا إسرائيليين على مصر وتحملوا أنتم وزرها، لأن مصر ضد التهجير وكذلك الأردن ضد التهجير إلى أي مكان، التهجير مرفوض بشدة إلى أي مكان آخر. هدف الأردن وجلالة الملك هو هل يمكن النهوض بالموقف العربي والتحرك على جميع الساحات لحاشة الجهد العربي السياسي لوقف المجازر في غزة وإغاثة في غزة التي تتعرض لحرب إبادة بالقصف المستمر والحصار والتجويع والترويع الذي دخل يومه 12. نعم. طيب سيد نصوح، يعني بناء على ما تحدثت به وفي إطار دور الأردن الدبلوماسي، مواقف الدول العربية وفي مقدمتها أيضا الجمهورية العربية المصرية، نتحدث عن زيارة جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية في هذا اليوم، أهمية هذه الزيارة وتوقيتها أيضا برأيك؟ أخي العزيز، هذا التحرك هو يعني استمرار للجهود السابقة أيضا على الساحة العربية والساحة الدولية، ومصر مهمة ومصر مستهدفة أيضا، ومصر أيضا يعني ربما كان الأردن ومصر من أقرب الدول إلى فلسطين من حيث الجغرافيا ومن حيث أيضا التماس مع قضية فلسطين، ولذلك الاهتمام بالموقف المصري ومحاولة إيجاد موقف صلب عربي تكون مصر في إطاره أيضا وحشد جهود عربية هي صلب الجهد الذي يتحرك فيه الأردن وجلالة الملك. نعم. في هذه القضية قضيتنا منذ عام 48، تحملنا ثقل الإجراءات الفلسطينية والحروب الإسرائيلية، ولم يتراجع الأردن عن نصرة الحق الفلسطيني ولم يفتر،
وصلاتنا مع الشعب الفلسطيني لا تخضع لحسابات الدعم أو الأخوة على جميع الصعد. نعم. لا تخضع إلا لحسابات الدعم والأخوة على جميع الصعد. نعم. طيب سيد نصوح، لأي مدى ترى تغيرا في المواقف الدولية ومواقف المجتمع الدولي؟ هناك تغيرا منذ في بداية الأزمة وفي يومها 13 اليوم بسبب الجهود الدبلوماسية المكثفة أولا للأردن، أيضا الدور الكبير للدول العربية الداعم في هذا الإطار. للأسف أن موقف الدول وخاصة الدول الغربية ودول الأوروبية، أمريكا، الولايات المتحدة والدول العربية، يعني تتبنى بشكل سافر العدوان الإسرائيلي، مستندة على عملية الاختراق التي تمت في حصن غزة، وكأنهم يقولون لهم نحن معكم افعلوا ما شئتم بالفلسطينيين. وتحاول إسرائيل أن تشيطن القوى المقاومة في غزة وتصفها بأنها داعش. الحقيقة هذه القوة كانت موجودة قبل أن تكون داعش. نعم. وداعش صنعت وصنعت في دوائر الاستخبارات الأجنبية لتدخل فتنة داخل الساحة العربية. هل فشلت سيد نصوح إسرائيل في شيطنة صورة المقاومة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي برأيك؟ أعتقد أن هناك قوة كثيرة على الساحة الأوروبية وحتى على الساحة الأمريكية تدرك ذلك وبدأت تتحرك. هذه القضية ستتدحرج كثيرا في الساحة الدولية وفي الساحة العربية وفي ساحتها، وأنا أعتقد أن ما بعد هذه الأزمة ليس ما قبلها. لقد سمعنا أصوات حتى أصوات يهودية تقول أن ما تقوله إسرائيل كذب. نعم. وأن إسرائيل قد أذاقت المرأة الأمرين للشعب الفلسطيني منذ 70 عاما، وهي تحاول أن 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 تغيب قضيته وأن ترفض وجوده، وهي تقول للعالم أنه لا يوجد شعب فلسطيني. نعم. هي في حالة إنكار كامل لوجود شعب كامل تحت احتلالها وتحت مسؤوليتها. القتل والتهجير والاعتقال وطرد الناس من بيوتهم ومصادرة الأراضي وإذلال الناس في 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 في, في وطنهم لم ينقطع إطلاقا أثناء الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي للأسف يلعب دور الضحية والغرب يساعده في أن يلعب دور الضحية. هل سمعتم في العالم احتلال يلعب دور الضحية إلا الاحتلال الإسرائيلي؟ نفس الكلام الذي تقوله الولايات المتحدة ودول الغرب عن أوكرانيا، يقولون عن أوكرانيا أنهم يدعمون أوكرانيا ومقاومة أوكرانيا ضد الاحتلال، وأنهم ضد ضرب المدنيين ويتنادون بالحق الإنساني، ولكنهم في فلسطين يتناسون كل شيء للأسف. نعم. هو الكيل بمكيالين سيد معهم نصوح، هو عسكرية هائلة لكي يطمئنوا إسرائيل، لكنهم لم يفعلوا شيء للفلسطينيين. أخي، القصة الأساسية هي حقوق الشعب الفلسطيني، والقصة الأساسية أن إسرائيل كلما حالت فرصة لإيجاد عمل سياسي يقرب من السلام تذهب إلى الحرب. نعم. نتحدث عن الجبهة الداخلية سيد نصوح، تحديدا في الأردن وخطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة 23 لمجلس الأمة، خطاب العرش السامي كما تعلم، شدد على موضوع الجبهة الداخلية وضرورة وحدة الصف. ما هو المطلوب منا اليوم في الجبهة الداخلية للمملكة في ظل هذه الأحداث المؤلمة وفي ظل الاحتجاجات والوقفات التضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة؟ أخي الكريم، للأسف يعني شهدنا على ساحتنا موقف غريب من بعض القوى التي تتحرك على ساحتنا، والأردن لا يمانع في أن يعبر الناس عن مشاعرهم تجاه ما يجري في 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 فلسطين. للأسف هناك من يحاول حرص الصراع من صراع مع إسرائيل إلى صراع داخلي، وهذا حدث في كل الأزمات العربية. هناك قوى إما عميلة وإما أنا أخدم إسرائيل
أو أنها تخدم قوى متطرفة لا يهمها ما يجري في المنطقة. ولذلك شهدنا في الأمس مناشير توزع ضد الشعب، ضد الجيش الأردني وضد القوى الأردنية وضد الدولة الأردنية، ومحاولات لإثارة فتنة ومحاولات لعمل حرائق. هذا شهدناه في السنوات، في السنوات الماضية كثيرا. نعم، هذه القوى تحاول أن تخرب الموقف الشعبي المتضامن مع الدولة الأردنية والمتضامن مع كل الذين يتضامنون مع قضية فلسطين. هذه عمليات تخريب. هناك قوى على ساحتنا شهدناها لم توجه رصاصة واحدة إلى إسرائيل، ولكنها أمعنت في قتل العرب والمسلمين على الساحة العربية. نعم. وهؤلاء منهم، ونحن نطالب بكشف هويتهم بالشعب الأردني ولجميع الناس. الشعب الفلسطيني الآن بحاجة لكل من يدعمه، لكل من يقف إلى جانبه، لكل من ينتصر لقضيته. لكن هؤلاء لا يريدون الانتصار لقضية فلسطين، وإنما يريدون إثارة الفتنة على الساحات العربية. للأسف أن يحدث ذلك، ولذلك علينا أن نحرص على جبهتنا الأردنية، لأن الأردن من أكثر الدول داعمة لشعب فلسطين، وهي البوابة الرئيسية لفلسطين. ولذلك هذا العبث حقيقة شهدناه في سنوات سابقة ونعرف كيف نقيمه، وللأسف أن يحدث في ساحتنا. ولذلك شعبنا حقيقة يعني واعي لكل مثل هذه المحاولات ولكل محاولات الاختراق التي تحدث لاختراق موقف صلب واضح، موقف شعبي وموقف رسمي واضح، وموقف لجلالة الملك واضح من هذه الأزمة. وكل الجهود التي يبذلها الأردن لجلالة الملك هو للتخفيف عن غزة ولإغاثة غزة ولإغاثة غزة ولإيجاد موقف عربي ومواقف دولية تتفهم قضية غزة وقضية فلسطين، وتحاول أن تجد مفردا لحل سياسي ينهي هذه الأزمة حتى لا تتفاقم وتدخل المنطقة في أتون حرب لن تبقي ولا تذر. نعم، شكرا لك وزير الإعلام السابق سيد نصوح المجالي على تواجدك معنا، ونعتذر لضيق الوقت.